ورد في الحديث عند جماعة من المحدثين أن الله تبارك وتعالى يتجلى في هذه الليلة ويطلع على أمته فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ومضى كثير في البلدان من أهل الحق والهدى وأهل الاستقامة وأرباب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم للاعتناء بإحياء هذه الليلة بما تيسر لهم من قراءة القرآن ومن الدعاء ومن الاستغفار. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. فينبغي لكل مسلم أن يتهيأ في هذه الليلة بتطهير قلبه بتطهير باطنه، كما ورد أن المشاحن لا تناله المغفرة، والقاطع الرحم لا تناله المغفرة، عاق والديه لا تناله المغفرة، مدمن الخمر، المسبل إزاره خيلاء، المنان بالصدقة. فأولئك من الذين ورد في الأحاديث أن المغفرة لا تشملهم، وهذا تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير ليدخلوا في دائرة المغفرة ويشملهم هذا العطاء وهذا التجلي الإلهي.